برحب بحضراتكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة اللي هنتكلم فيها عن محافظات الصعيد والطفرة التنموية غير المسبوقة اللي بتشهدها محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية في صعيد مصر، واللي ساهم في تغيير حياة الملايين من المواطنين في محافظات الصعيد، وهو تغيير مش تحسين ولا تطوير، شكل جديد للحياة. والحقيقة إنه تنمية الصعيد كانت ضمن أولويات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعشان هي أولوية تم تكثيف الجهود لدعم وتطوير هذه القطاعات المهمة لتنمية الصعيد. وبفضل الإنجازات الكبيرة اللي تم تحقيقها في الصعيد، شهدت المنطقة تحول إيجابي، وده أثر بشكل مباشر على حياة أهلها وفتح بشكل حقيقي أفاق جديدة للتنمية والازدهار. عشان كده مشاهدينا، خلال فقرتنا النهاردة هنتكلم عن جهود الدولة في تنمية الصعيد مع ضيفنا في الاستوديو. بيشرفنا دكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني. دكتور، منورنا في هذا الصباح. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور سعيد. وخلينا نبتدي كده من الأهمية اللي أولتها الدولة يعني في المقام الأول مع تولي الرئيس السيسي القيادة السياسية للدولة المصرية، بأن الصعيد يجب أن يتم التنمية فيه وتكون تنمية شاملة. فأهمية هذا النهج والدعم في التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، يعني بتقراه ازاي وتوقيته واللي تم فيه؟ خليني أبدأ الأول بموضوع إحنا كنا فين بالنسبة للصعيد. أولا يعني كانت محافظات الصعيد بالكامل تقريبا لم تكن تحظى بأي مشروعات كان بيتم عملها لكافة ربوع الدولة الباقية، بالذات اللي هو الدلتا والقاهرة. طبعا كان في ظلم بين على أهلنا في الصعيد والمواطنين اللي كانوا موجودين هناك، وده في الآخر في الحقيقة انعكس على التنمية بشكل عام على الدولة كلها، خصوصا ان هو بدأ إخواننا في الصعيد ان هم يهاجروا الى مدن القاهرة والدلتا، وبدأت يسببوا في العديد من المشاكل، من ضمنها انتشار العشوائيات بشكل كبير جدا، وكمان تركوا الأماكن اللي هم كانوا عايشين فيها وكانوا بيقتاتوا منها، وأصبحت ان في بعض المهن مهجورة، وأصبحت ان في الأراضي يتم تبويرها، وأصبحت ان المدن نفسها بتبقى فيها مشاكل نتيجة لعدم وجود المواطنين فيها، وأصبحت الهجرة موجودة في هذا الشكل. طبعا كان المفروض الدولة كان لابد أنها تتدخل لمعالجة هذه المشكلة، فبالتالي كان وضعت نهضة تنموية كاملة للصعيد وخطة تنموية. يمكن كانت الموضوع يمكن من بدري شوية عن سنة 2020، ولكن في الحقيقة القرار السياسي ساند موضوع المخططات التنموية في الصعيد في وصول الرئيس السيسي في سنة 2014، وبدأت النهضة التنموية الشاملة التي تهدف أولا إلى تحسين مستوى المعيشي للمواطن الصعيدي، بحيث أنه هو يبدأ أنه هو يتوطن في وطنه وما يهاجرش إلى المناطق الأخرى. وبالتالي كان لابد من تحسين البنية التحتية الموجودة، سواء إذا كانت للمعيشة عشان تحسين جودة الحياة اللي كانت موجودة في افتقار، وكمان اللي هو تحسين الاقتصاد عشان توفير فرص عمل للمواطنين، فبالتالي لا يلجأوا لموضوع الهجرة الداخلية أو الهجرة إلى المحافظات، الهجرة إلى محافظات أخرى فيها فرص عمل أفضل. طبعا لو جينا نتكلمنا على هذا الموضوع، احنا بنتكلم على تقريبا حوالي ان احنا محتاجين نوفر حوالي 13 مليون ونص فرصة عمل للمواطنين الموجودين، والدولة كانت بتساعد اولا في توفير بعض هذه الفرص العمل، والاخرى بتساعد بعض المستثمرين والمواطنين ان هم يوفروا فرص العمل للآخرين. فهي المنظومة في الحقيقة هي كانت منظومة شاملة تشمل اولا تحسين جودة الحياة وجعل ظروف المعيشة افضل شوية، وثانيا خلق بنية تحتية وعمل بنية تحتية قوية بما تشمله من عناصر سكنية يعيش فيها المواطن، وخدمات صرف وخدمات مية وخدمات كهرباء وجميع الخدمات الأخرى، بدأت ان هي يتم عملها بشكل كبير في داخل دكتور المنطقة. سعيد، في النقطة دي لو حضرتك تسرد لنا المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، يعني زي ما حضرتك بدأت كلامك نشوف احنا كنا فين، ايه اللي كان احتياج في الصعيد عملت الدولة عليه في كل المحافظات في البنية التحتية، فبالتالي ده انعكس على جودة الحياة وخدم هدف التنمية والمشروعات. خليني اتكلم مع حضرتك مثلا ان احنا كان عندنا في 2018 كان ضخ تقريبا حوالي يمكن 16 مليار
جنيه مصري في القطاعات المختلفة الموجودة، من ضمنها كانت قطاعات البنية الأساسية والطرق. يعني كانت مشروعات الصرف والمية واللي هي عناصر تعتبر أساسية في الحياة كان بيفتقر للصعيد، لدرجة أن كان مثلا حوالي 30% من المجتمع هناك كان بيفتقر إلى وجود الكهرباء. الصرف الصحي كان تقريبا يعني كنا بنوصل لحوالي مثلا 10 أو 15% فقط هو اللي وصل له خدمة الصرف الصحي، والباقي أصبح لا. فبالتالي كان ضخ المليارات اللي موجودة دي، واتعمل العديد من المشروعات التي تكاد تصل لحوالي 4700 مشروع، من ضمنها مشروعات خاصة بالطرق لتحسين التوصيل ما بين السكن والخدمات أو السكن وبعض المناطق العمل المختلفة. عمل مدن جديدة بالكامل في العديد من المحافظات المختلفة، منها مدن احنا بنسميها مدن موازية لعواصم المحافظات، زي مثلا المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، يعني طبعا يعني في العديد من المدن. وبالتالي كمان كان في مقترحات بعمل مدن أخرى وبدأ فعلا بتنفيذها، زي مثلا مدينة أخميم، زي مدينة الفشن، زي مدينة بني مزار. ففي العديد من المدن اللي هي كان بتحتوي على مشروعات سكنية عملاقة جدا، وفي نفس الوقت كمان فيها العديد من فرص العمل اللي هي بتوفر نتيجة للاقتصاد الموجود. حضرتك أشرت يا دكتور سعيد لجزئية هامة جدا، فكرة المدن الجديدة بشكل عام واستغلال الدولة للظهير الصحراوي للمدن والمحافظات بشكل عام، أهمية هذه الفكرة والتوسع فيها بأن أنا أستغل الظهير الصحراوي لإنشاء مدن جديدة واتساع الرقعة العمرانية والزراعية بالتأكيد. طب احنا كان عندنا معدلات النمو السكاني في الصعيد كان دايما بيكون على حساب الاراضي الزراعيه. كان دايما بيتم مثلا القرى بيتم المحيط بتاعها بيتم استغلاله وتبوير الاراضي الزراعيه اللي موجوده فيها، وبيتم عمل البناء عليها والتعدي على هذه الاراضي الموجوده. طبعا كانت خطه الدوله انها كانت تحاول تكبح جماح هذا التعدي السافر على الاراضي الزراعيه، فبالتالي كان لابد من وجود خطه ان انا اقدر اعمل نمو عمراني ويبقى فيه متسع ان انا انقل النمو اللي موجود واللي بيحصل ده الى الاراضي الصحراويه. وبالتالي احنا عندنا يمكن الوادي الضيق اللي هو موجود فيه بيصل تقريبا لحوالي 16 كيلو حول النيل، وبالتالي حواليه اراضي صحراويه مختلفه، فبدات ان هو يكون في مدن حتى بتقترح في الوقت الحالي زي مثلا نجع حمادي الجديده والفاشن الجديده، بدا يكون في فكر معين ان انا احاول استقطب حتى في المراكز الصغيره اللي هي اصغر من المحافظه في السعة السكانية انها تقدر تستوعب هذا الامر. وزي ما قلنا ان هي ليست فقط مكان للسكن، بل هي مكان للسكن والخدمات والجميع العناصر المختلفة، بالاضافة الى وفرات في موضوع التنمية الاقتصادية عشان خاطر تقدر توفر فرص العمل الكاملة. طبعا يمكن اخر مدن اللي هي كان تم اقتراحها في 2018 دي كانت 9 مدن، ودي كانت دي تقريبا بتحتوي 4.5 مليون مواطن يقدر يستوعبوا هذا الامر بكل ما يحتاجوه من خدمات وفرص عمل مختلفة، بحيث ان هو التنمية تبقى شاملة في الصعيد بالكامل. ده غير كمان اللي هو ان احنا كمان بدأنا نشتغل على المدن القديمة والقرى الموجودة، بنعمل لها احوزة بحيث ان احنا نحاول نضم بعض المناطق اللي بتبقى موجودة وكانت خارجة بره نطاق الأحوزة العمرانية، بحيث انها تقدر تستفيد من الخدمات اللي موجودة في داخل نطاقات القرى والمدن. طيب دكتور سعيد، لو جينا نتكلم ان الدولة بتتيح هذه الفرص للبقاء والانتقال لمحافظات الصعيد وان المواطن يعيش فيها ويستقر، وبتوفر كمان ما يساعد على التنمية الاقتصادية، نستوضح من حضرتك رؤية الدولة دي الهدف منها فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية والفرص كمان الاجتماعية اللي موجودة في محافظات الصعيد ومتاحة، وبالتالي الدولة بتعمل على استغلالها والاستفادة منها ايه؟ خليني اقول لك مثلا ان كان في اعلان كان تم ان قال لك ان في حوالي 4400 طلب للاستثمار في داخل المدن الجديدة في الفترة اللي فاتت دي. طبعا ده احنا بنتكلم على اساس ان كل فرصة من دول ان هو هياخد ويبدأ ان هو يعمل لنفسه مكان للعمل ويساعد غيره ان هو يلاقي فرصة عمل في هذا المكان. دي طبعا الدولة عملته على أساس أنها ممكن تخلي في مشاركة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أن كل محافظة بيبقى ليها مميزات معينة يمكن الاستفادة منها طبعًا اقتصادية. طبعا بالضبط، يعني مثلا زي احنا لو بنتكلم على بني سويف احنا بنتكلم على اللي هو المنظور الاقتصادي من الوجهة الصناعية، بيبقى فيها حاجة معينة، في حاجة مثلا معينة بيتم تطوير الزراعة، في حاجة بيستفيد منها مثلا من السياحة زي أسوان وزي الأقصر، يعني فبالتالي كل محافظة ليها وفرات معينة بتبدأ الدولة أنها تستغل هذه الوفرات
التحفرات وتحاول ان هو تعمل لهم الانشطه والاستثمارات المناسبه في هذا المكان، وبالتالي تعزز الاستفاده من موارد المحافظه دي او الامكانيات المتاحه. لازم يا فندم، لان كمان مثلا كانوا اكتشفوا في وقت من الاوقات نوع من خام الحديد اللي بقى موجود، فبرضه بدات ان هو يتعمل بعض المصانع اللي بتبقى موجوده في اسوان على هذا المنوال، وبدات في كل محافظه من موجوده، وفي بعض المحافظات الاخرى برضه يمكن التجاره فيها بتبقى تعتمد زي مثلا اسيوط بتعتمد اكثر على كنشاط اقتصادي بالنسبه للسكان اللي موجودين. طبعا يمكن عمليه ضبط العمران في هذه المناطق زي ما قلنا ان هو بيساعد على انك انت بتظبط سلوك المجتمع اللي موجود عنده، وبتحاول توفر له الامكانيات الضخمه جدا عشان يقدر يعيش ويستقر، ما يهاجرش للمكان اللي هو موجود فيه، ويحس ان هو فعلا الحياه بدات تكون افضل شويه، خصوصا موضوع الخدمات اللي كانت بيفتقر ليها هذا الامر، وكمان الانشطه اللي كانت معدلات البطاله اللي كانت موجوده فيها كانت كثيره جدا. النهارده بدأت تحل هذه المشاكل نتيجة للمشروعات العملاقة والكتير اللي هي كانت بتبقى موجودة، ده غير كمان الربط الكامل ما بين العواصم المختلفة عندنا. طيب في جزئية حديث حضرتك دلوقتي تودينا لنقطة مهمة جدا، يعني في رأيك ازاي نقدر نعزز التوازن بين التنمية في المدن والمناطق الريفية في الصعيد؟ اولا كل الكلام ده فعلا دلوقتي بيتم بالتوازي، يعني احنا مش بس فقط بنركز على المدن، ان دلوقتي حتى ممكن تبص لهيئه زي هيئه التخطيط العمراني بيبدا ان هي موكل اليها ان هي تحط مخططات التنميه والمخططات الاستراتيجيه لكافه ربوع الوطن، وبتوصل مش فقط بس للمدن والقرى، دي كمان للعزب والتوابع والكفور والنجوع اللي بتبقى موجوده، بتحاول ان هي تعمل لها وبتشوف بدراسات عن طريق خبراء واستشاريين من كافه التخصصات، منها الاقتصادي ومنها الاجتماعي ومنها البيئي، بحيث ان كل مركز من المراكز اللي هو بيحتوي على من اول الوحده الصغيره اللي هو النجعه او الكفر لحد ما بنوصل للمدينه، كل ده بيتعمل له مخططات وبيتحاول يشوف ايه النواقص اللي موجوده فيه وبيتم التوصيه بزيادتها، والدوله بتاخد هذه المخططات وبتبدا انها تراجع عليها، يا اما بتوفرها باحد المبادرات اللي هي المختلفه زي مثلا مبادره حياه كريمه، وحياه كريمه يمكن كان للصعيد هو ليه نصيب الاسد فيها، خاصه محافظات قنا وسوهاج اللي هم وكمان جزء من اسيوط كبير اللي هم كانوا تقريبا بيعانوا من اعلى معدلات فقر كانت موجوده، والنهارده بدات تحل هذه المشاكل، يا اما تحل عن طريق ان الدوله بتضخ بعض الاستثمارات، يا اما بتساعد في بعض الجهات المانحه انها تستثمر اموالهم، وده طبعا البنك الدولي يمكن اكثرهم اللي هو كان ضخ تقريبا حوالي 2 مليار دولار، وبعض الجهات الاخرى زي مثلا الباريسيين والفرنسيين اللي هم كانوا ضخوا اجزاء، فطبعا كل الكلام ده في صالح ان احنا نحاول نعمل تنمية شاملة وتوفر حياة كريمة للإنسان. احنا نرجع نستكمل حديثنا مع حضرتك في النقطة دي دكتور سعيد، ولكن اسمح لنا هننتقل لعرض معلوماتي حول جهود الدولة فيما يتعلق بتنمية الصعيد، ونرجع مرة تانية. بجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا وبحضرتك دكتور سعيد. قبل العرض المعلوماتي كنا بنتكلم برضو عن برنامج التنمية المحلية، وخلينا نروح مع حضرتك لدلالة اعتبار برنامج التنمية المحلية ده انه من البرامج الرائدة اللي بيتم الاسترشاد بيها ونبني على مخرجاتها في كل المشروعات اللي بيتم او مخطط تمويلها من البنك الدولي في مصر.
خليني اقول لك ان هو ده ليست يعني حاجه حديثه على مصر، ان هي فعلا بتكون دايما رائده للتنميه في كافه، يمكن على مستوى الشرق الاوسط وبعض الدول اللي هي في امريكا اللاتينيه او ما شابه. يعني احنا عندنا يمكن بالذات مثلا المبادرات زي مبادره حياه كريمه وحاجه. فبالنسبه مثلا ان هو كان يعني كان حصل ادراج على منصه الامم المتحده بتشيد بما تم انجازه في موضوع تطوير الصعيد والمشروع اللي كان موجود في هذا الامر والاستغلال الامثل للموارد في هذا النطاق. طبعا دي يعني حاجه كانت سبق بالنسبه للامم المتحده، وبيحاول ان هو ياخده التجربه وبيحاول ان هم يعمموها في العديد من المناطق المختلفه اللي موجوده عندنا. عايز اروح مع حضرتك لسؤال هيبقى ممكن تبقى اجابه طويله شويه، لان ايه بما يعادل كنا فين وبقينا فين ورايحين على فين. ولكن الدوله عملت خطه لجذب الاستثمارات وتعزيز كمان التنميه في الصعيد بشكل كبير جدا. ايه اللي اتحقق منها وايه اللي فاضل علشان يعني نبقى على الطريق الصحيح ونرتقي وترتقي الجوده المعيشيه والحياه بشكل عام في الصعيد؟ هو احنا زي ما قلنا ان طبعا حصلت طفرة في موضوع ان هو تغير حال المواطن اللي كان زي ما قلنا كان بيعاني من العديد من المشاكل، واللي كان بيضطر ابنائه ان هو يخرجوا بره نطاق المكان اللي هو عايش فيه طول عمره. وده خلاص احنا فعلا البداية كانت موجودة. احنا عندنا دلوقتي لما نيجي نتكلم على حاجة معينة، الاقتصاد لما بيجي بتاع دولة مختلفة بيبقى يجي على المستوى العام، ولكن ساعات في بعض الجهات المختلفة بتبدأ تبص لكل نطاق على حدة. فاحنا كان النطاق عندنا كان الاول ضعيف في ناحية الاقتصاد. النهاردة بدأ الكل يتكلم على ان مثلا المثلث الذهبي اللي كان موجود اللي هو يتم الاستخدام بتاعه اللي هو الرابط ما بين البحر الاحمر وبعض المحافظات زي محافظة قنا واللي فيها الوفورات المختلفة اللي كانت موجودة بدأ يتم فيه عمل مخططات. لما نيجي نتكلم على كمان موضوع الزراعة، النهاردة لما نيجي نلاقي توشكا وبنلاقي ان هي العديد موجودة في حوالي مثلا استصلاح حوالي يمكن اكثر من 200 الف فدان كتجربة اولى من مشروع لمليون ونص فدان، وبدأ فعلا يشتغل وبدأ ينتج في هذا الامر. لما نيجي مثلا موضوع السياحة اللي كانت برضو كانت بدأت تعاني نتيجة لعدم وجود خدمات داعمة لهذه السياحة، بدأت النهاردة تزيد وبدأ يوصل لموضوع لدرجة ان احنا كنا بنفكر الاول في موضوع يبقى فيه 17 مليون رحلة سياحية بتيجي لداخل مصر في سنة 25. النهاردة احنا بنأمل لعدد اكبر من كده، لدرجة بدأ التفكير يكون ليه احنا ما نكونش مثلا زي بعض المدن اللي ممكن تيجي لها 35 مليون و40 مليون، وبالتالي بدل ما احنا نوفر 20 الف غرفة فندقية فقط، لا ده احنا ممكن ناخد اعلى من كده بكثير. بدأ يكون في اشراك للمجتمع وتفكير خارج الصندوق في ان احنا نحاول نشرك الفرد نفسه في ان هو يكون خادم ومضياف لبعض الحاجات الاخرى. فبدأ حتى سلوك المجتمع اللي هو الاقتصادي اللي هو داخل المناطق الصعيد بدأت تختلف. النهاردة بدأ التنفيذ لموضوع العديد من المناطق بتاعة المدن الجديدة والمناطق السكنية، وبدأ الانتقال ليها، وبدأ يحصل شوية نقول ايه توقيف لموضوع الانهيار في الاراضي الزراعيه نتيجه التعدي عليها. طبعا يمكن ده يمكن برضو بدات اللي هو يكون في كنترول شويه او في تحكم للدوله في موضوع التعدي على الاراضي الزراعيه، لكن في الحقيقه الناس نفسهم بدات تحس باهميه الاراضي الزراعيه، وبدات انها تتكلم في انها تنتقل لمكان طالما ان فيه امكانيه لهذا الامر ومتوفر. نعم. طب دكتور سعيد، لما الدوله المصريه عندها هدف بناء الإنسان المصري وتغيير حياة ملايين المواطنين، هنلاقي أنه في الهدف ده قطاع التعليم شيء مهم وأساسي جدا، وبالتأكيد كان في صعوبات بتواجه كل من يسكن في توابع المحافظات والمراكز من قرى وغيرها. التيسيرات اللي تمت والتحديات اللي تم التغلب عليها في قطاع التعليم، إزاي ده حصل وإزاي كمان بيخدم مستهدفات الدولة في تنمية وبناء الإنسان؟ المبادرات اللي كانت تمت أهمها كانت حياة كريمة، فكان ده في شقين للتعامل موجود. أولا أنت حضرتك اتكلمت عن التوابع، وده شيء مهم جدا، لأن ساعات احنا كنا بنلاقي أن في بعض التوابع اللي كانت موجودة كانت تقريبا بيصل المسافة ما بين ماشية كمان ما انا بتكلم على ماشي يعني من العزبه مثلا لحد ما نوصل للقريه اللي فيها المدرسه الابتدائيه لحوالي كيلو ونص. طبعا الكلام ده هو خارج بره اطار ان ممكن طفل صغير يقدر ان هو يمشي لوحده وقدره تحمله او يبقى عنده رغبه في التعليم، وحتى لو معاه حد يبقى موجود. فكان الاولى بالنسبه له ان هو كان بيقعد الولد طفل او يوديهم في الاسبوع او ما شابه بهذا الامر. لكن
عن طريق حياة كريمة بدأ يكون في تحسين لشبكات الطرق وتحسين لنوع معين من المواصلات اللي بتبقى موجودة عشان يقدر يوصل بسهولة للمكان، زائد ان هم لو لقوا تجمع صغير حتى ولكن يقدر يستوعب حتى مدرسة ولو حتى للفصل الواحد او ما شابه فكانوا برضو بيعملها له، غير ان هو تم تحسين بعض المدارس اللي كانت اوريدي بدأت تخرج بره الخدمة عن طريق حياة كريمة وبدأت انها تستصلح وبدأت ان هو يضاف ليها بعض الادوات وبعض الاجهزة اللي موجودة وتوفير المدرسين الخاصين بهذا الموضوع وتوسيع وبناء فصول إضافية وتوسيع وعمل فصول إضافية في هذا الأمر. فبالتالي خدمات التعليم احنا في الحقيقة أكتر مشكلة واجهناها اللي هو كان في نهاية 2019 و2020 لما حصلت كورونا. طبعا الكلام ده كله لأن كان لازم يخش نوع معين من التعليم الهجين. في الحقيقة الدولة يسرت هذا الأمر إن هو أصبحت إن في بعض تجهيزات معينة بتخش بيها الدولة على أساس إنها تفيد المواطن إن هو يقدر يعني يشتغل بموضوع التعليم عن بعد، أو إن هو اتغير السياسة اللي كانت موجودة في أسلوب التعليم بدل ما هو التعليم بالتلقين إلى التعليم بالهجين إن هو ممكن يبقى موجود في داخل مكان أو إن هو يبقى موجود وبيعمل أبحاث معينة وبيدرس. فبالتالي في تغييرات معينة حصلت حتى على المستوى مش فقط المشروعات، لا إحنا بنتكلم مثلا في حاجات بتبقى مشروعات إجرائية وفي مشروعات بتتم بتنفيذها على الواقع. طيب آخر سؤال في الجزئية دي وخلال لقائنا مع حضرتك دكتور حسين اتكلمنا عن أهمية الأراضي الزراعية واللي أصبحت موجودة بشكل كبير جدا وفي رقابة من الدولة عليها، وكمان يارا فتحت محور التعليم وأهميته والبنية التحتية اللي ساعدت على ده. عايز أختم مع حضرتك بالدور المباشر لمشروعات التنمية في الصعيد وانعكاسها على توفير آلاف الفرص من العمل سواء المباشر أو غير المباشر، بتشوفها إزاي؟ قبل ما تخش في هذا الموضوع في الحقيقة أنا بس حابب أتكلم على نقطة معينة. النهاردة إحنا عندنا في مشكلة في المية ولازم نقول هذا الكلام، وخصوصا كانت اللي هي الزراعة بالغمر اللي كانت موجودة. فبالتالي من ضمن الحاجات التعمير اللي كانت اتعملت إنها تحاول تغير سيستم الري اللي موجود في هذا الكلام، أولا عشان تنتج بشكل أفضل شوية وكمان تحافظ على المقننات المائية اللي بتبقى موجودة وكمان تحافظ على الأرض نفسها، ويحاول برضو موضوع الاستزراع بأسلوب اللي هو الزراعة الرأسية أو اللي هو التنمية الرأسية اللي كانت موجودة. النهاردة حضرتك لما تيجي تكلمني على موضوع الزراعة هو ده طبعا جزء من مشروع قومي لتنمية الاقتصاد الكامل للصعيد، وزي ما قلت حضرتك كده إنك أنت بتتكلم على توفير فرص عمل لمجتمع عايز انت اوريدي ترفع مستوى معيشته وتحاول تحقق الجودة الخاصة بكل ما فيها سواء في العمل او في الحياة الاجتماعية اللي موجودة من ضمنها الخدمات طبعا او في السكن اللي هو في الاخر بيبقى موجود فيها. وفي الحقيقة التنمية اللي كانت موجودة هي تنمية شاملة شملت كل القطاعات اللي ممكن يحتاجها المواطن عشان حياة كريمة بالنسبة له. يعني احنا بنشوف ان الدولة المصرية بتتعامل مع كل محافظاتها كأنها القاهرة والعاصمة، ده صحيح دلوقتي دلوقتي لان هو اصلا كان عندنا في حاجة اسمها المركزية، دلوقتي اسلوب المركزية. المركزية تسببت لنا في مثلا على سبيل المثال بنلاقي ان هو الدلتا انتقل منها سكان ووصلوا مثلا لشبرا الخيمة، وصل فيه حوالي حاجة وعشرين منطقة عشوائية موجودة في مدينة واحدة. وطبعا لو احنا شفنا القاهرة بالكامل وكل الكلام ده ليه؟ لان احنا ما كناش حافظنا على المجتمع اللي هو كان بيجيلنا منه الهجرة اللي كانت موجودة. دكتور سعيد كلام حضرتك ده ياخدنا لموضوع كبير جدا وهو يعني المناطق غير المخططة وغير الأمنة، وبإذن الله يعني يتجدد لقائنا مع حضرتك ونتكلم فيها لأنه برضو إنجاز مهم وكبير جدا غير شكل الحياة والخريطة في مصر وبالتأكيد خدم أبعاد أخرى واللي منها الهجرة من المحافظات ووعي المواطن وحياة كريمة ليه. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني.